احنا اليوم ان شاء الله باستضافه العم مونس العنزي ابو ممدوح. طبعا نشكر لك على هذه الاستضافه الطيبه ابو ممدوح، وكذلك اكرامك للضيف ولنا، وهذه ما هي عاده غريبه عليك يا عم مونس. طبعا ان شاء الله العم مونس جايينك ونبي نعرف ان شاء الله متى ابتديت في تجميع. بديت 1964. اي نعم، شريت 10 دراع بسدنانير ونص ونجر. سدانير ونص عم مونس حزتها. سدانير ونص. اي نعم. اول ما درج الدينام. اي نعم. 10 دلال ومحماشه ونجر معهن مع العشره. نعم. اي. الحين الدلال ما تحصلها ب 100 دينار. طال عمرك عم ابو ممدوح. بدايتك قلت في عام 1964، هل تذكر سعر اول دله انت شريتها او اغتنيتها؟ انا علمتك شريتها ب 6 دينار 10 دلال ومحماشه ونجر. موجوده. كان عليك الكلام. موجوده طال عمرك موجوده. موجوده بس لو تعطيني مليون ما القاها وين محل ما ما تقدر تطلعها. لا ما اقدر اطلعها. اي نعم، وسمعنا بالفتره الاخيره بان في دلال من الحسا عم مونس. لا هذا الحسا هذه يوردونها طال عمرك يوردونها من سوريا. هذا السعوديه يبون ينهضون حتى انك تشتري القيمه، يقول هذا ورد الحسا. اي نعم. الحسا يورد التوريد من الشعب. اي نعم. الحساويه اللي عليها وريتكم اياها السوداء. اي نعم. وهي السوداء هذه. اي نعم. شوفون عليها خدمه. هذه طال عمرك من اي سنه عم مونس؟ والله الله يعلم، هذه جتني من نجوى. تقريبا تقريبا 150 ما شاء الله. هذه حمصيه طال عمرك. هذه حمصه رفيق. اي نعم ما شاء الله. اي نعم. هذا رفيق. اي نعم. عم مونس يعني خلال الفترات اللي طافت نبي اغلى دله شريتها بفلوسك طال عمرك. هذه هذه عندك هذه اي واحده طال عمرك؟ 2230. 2230 دينار من الامارات. من الامارات، هذه في اي سنه شريتها طال عمرك؟ هذه شريتها عقب التحرير. ما شاء الله لا اله الا الله. اي نعم. طال عمرك لا اقطع سالفتك بالخير، بس في سؤال هم ثاني. انت ما شاء الله يعني عندك ما شاء الله 50,000 دله وفوق 50,000 دله ما شاء الله. وفي فترة من الستينات قاعد تجمع الدلال. خلال فترة الغزو، شلون قدرت انك تحافظ على هذه الدلال يعني انها يوم الغزو يعني؟ اي نعم طال عمرك. ربك اللي حافظ عليها، شوف اللي يعطي زكاة يروح، قال الحلال يروح، قال يروح. يروح. لكن الله يعوضك. صحيح طال عمرك. الله يعوضك. اي نعم. مدغوس، ماخوذ مني شيء بسيط. ماخوذ منك بس شيء بسيط. بس بسيط بسيط لخرب. من الدلال الغالية والعزيزة. لا لا كبار هذا ما ماخوذ من اهله. حلو. الله يبي من يتقي. يوم الغزو القاشم. ما الدلال الكبار مسكر الباب هذا لمن، ولو تدفه بيدك ما هو مفتوح. بس سبحان بس الله. بس الباب هذا من عند عبد الله السالم هذا كان باب. أينا. هذا لقيته مفتوح خشب. طبعا. العم مونس طبعا مثل ما ذكرنا قبل شوي نشكر لك استضافتك الطيبه بصراحه في ديوانك العامر. انا عم اكرم طال عمرك. طبعا مثل ما شفتوا ابو ممدوح عاشق لتجميع الدلال العربيه، طبعا حاليا احنا راح نشوف هذه الدلال اللي مثل ما ذكرنا لكم هي طبعا عددها يفوق ال 50,000 دله، وكذلك مثل ما ذكر لكم العم ابو ممدوح بان هذه الدلال عزيزه عليه جدا، جمعها من سنين وما زال يجمع وراح يحتفظ فيها. العم ابو ممدوح ان شاء الله مثل ما ذكر لكم ايضا فاتح ابوابه لانه يوريكم الدلال التاريخيه اللي خلينا نقول تتصل بين حاضرنا وماضينا في هالسنين هذه، وكذلك السنين القديمه عبد الرحمن اللي عاشوا فيها اهلنا وكذلك اهل البداوه قبل ايام ما قبل البترول. نعم صحيح صحيح. فحاليا احنا راح ننتقل نشوف الدلال اللي موجوده أيام. عند العم ابو ممدوح، وراح نوريكم طبعا تاريخ اكثر من 150 سنه في بعض الدلال الموجوده هنا عبد الرحمن، والاحجام المختلفه والالوان كذلك المختلفه عند العم ابو ممدوح. تعالوا معنا خلونا نشوف الدلال.